السلام عليكم اخواتي، كيف احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بحسن الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اللي هي قناه مروه الريفيه المتواضعه جدا. واليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الفطيره، فطيره والحريره في نفس الوقت، يعني تجمعي دخله واحده الكوزينه كتجي محشوه هكا بالخضر والحريره المغربيه عاوتاني على حقها وطريقها. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وينالوا الاعجاب ديالكم. هانتوما كيف كيجيو؟ يعني كتجيو فطيره محشوه بالخضر، كامل الخضر، ساهلين مهلين لوجبه العشاء او الغداء في الحقيقه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي رائعه وهشيشه. محشوه بالخضر والحريره عاوتاني، يعني الحريره المغربيه سهله، يعني وقفه واحده في الكوزينه كتجمعي جوج وصفات خطره. ونحتاج ان شاء الله اول حاجه نبدا بهذه الفطيره، نحتاج الخميره، الخبز، وهكا الملحه كان نص معلقه كبيره ومعلقه معام رشيد الملحه، السكر، واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وخديت هنايا الزيت، ثلاثة معالق الزيت البلدية، خديت يعني قليل من الزعتر، يعني غير بين يدينا نفركوه. خديت يعني واحد البيضة، يعني أصفر البيض نحطه في الطبيعي لدهن الفطيرة، الأبيض نعمله في العجين صافي، وكنعجنو بالماء دافئ. هانتوما الاصفر احتفظت به من بعد ندهن به الفطيره ديالي، الماء دافئ يعني على حسب الكميه اللي بغيتي انت لهاد الفطيره، نعمل الفطيره على حسب افراد العائله، ما فيهاش الحليب، فيها غير الماء صافي. وكنجمعو بالدقيق، يعني خلطت نصف دقيق ديال الفينو ونصف الفرز، فهمتي؟ يعني الدقيق كيبقى على حسب، خلطته يعني خلطت الفينو والفرص باش عجنت صافي. كان من عجينه خفيفه، ماشي هي عجينه اللي هي قاسحه، لا هانتوما كي كيبان لكم يعني عجينه خفيفه صافي. كنخليوها ترتاح شويه، ندهنها شويه بالزيت وكنخليها ترتاح، يعني ماشي شي تليكه، يعني غير جمعتها وصافي، وكن نخليها يعني خفيفه، عاد كتزيد كتخفف هكا ملي كترتاح شويه، كتزيد العجينه شويه ترتاح صافي. ندهنها بالزيت ونحط على واحد الجنب، وناخد هنايا هذا، خديت شويه ديال الكروم الكرنوب والفلفله حلوه مقطعه مربعات، القرعه مربعات، خيزو مربعات، يعني خديت الكفته، وخديت بصله خضاريه، واحد ضامد البنه كنور، خرقوم سكنجبير، وبابريكا صافي. وكان جماء والزيتون مقطع والقزبر والمعدنوس مخلط، يعني كي كيبان لكم يعني الفيديو واضح صافي. كان نعمل الزيت وكنشحرها في خطره، يعني موسم الخضر، كان الخضر اللي مستغلها يعني يحضر بها فطائر هكا، بهذه الطريقه يقدروا الدراري يتناولوا هكا الخضره، اما بطريقه اخرى كي ما كيبغيوش ياكلوا لك الخضره صافي. ملي كتشحر شويه الخضره ديالي كنضيف لها العطريه وديك الضامد البنه مع التحريك المستمر هكا، هكا تتشحر لي مزيان صافي. مع التحريك المستمر صافي والعجينه ارتاحت، هانتوما كي كيبان لكم يعني العجينه خفيفه. ناخذ نقسمها جوج كويرات، جوج خبيزات صغارين، ونطرقهم في خطره، يعني نقسمها على جوج باش واحده يعني نفرشها، واحده يعني نغطي بها الحشوه ديالنا صافي. كنعمل شويه الفينو، اصلا العجينه خفيفه، يعني واخا عملت الفينو كتلصق لي، فضلت نعملها على ورق الزبده، نطلقها على ورق الزبده باش كنطيبها هكاك في الطاوله
فرش لها ورق الزبدة وبديت كنطلق على حسب الحجم الصينية اللي عندي، الطاوة اللي عندي خديت طاوة مربعة صافي. ملي طلقتها شوية بالله كتكون رقيقة يعني العجين رقيق صافي، كان طلقها المهم على حسب الطاوة اللي عندي مربعة. حطيت واحد الشوكة هكا يعني تقبت مزيان باش ما تنفخليش. الحشوة ديالي بردات حطيتها في الوسط، كنحتفظ شوية بالجناب ما كيكونش فيهم الحشوة باش كان نحط عليها التانية يعني تشبر عليها صافي. ونمر معكم ديريكت يعني بعد ما طلقت عليها الحشوة ديالي نمر عليه معكم ديريكت نحضر العجينة يا اخرى اللي نحط عليها من فوق. وحطيتها على ورق الزبدة حيت كتلصق خفيفة بزاف باش كتهز عليك الهزان صافي. ها طلقت الفطيرة ديالي، نوزع الحشوة ديالي على كامل الا الجناب نحتفظ شوية هكا ما نوصلهاش حتى للجناب صافي. كنهزها بهذه الطريقة يعني بورق الزبدة وكنطلقها على العجين اخر على الصينية ديالي بهذا الشكل، وكتزول بلاتي عليك يعني ديك ورق الزبدة بشوية بشوية صافي. كنطلقها يعني كتساويها كامل من الجناب، كتحاول تضغطي عليها بأطراف الأصابع ديالك صافي، وكتكون العجينة يعني رقيقة ماشي غليظة صافي، بغير بأطراف الأصابع يعني كتحاول صافي. وها هي خمرات شوية يعني ارتاحت، ملي ارتاحت شوية واحد 4 ساعة هكاك حاولت نعملها هكا غير بالصبعة يدي هاد الشكل هذا حاولت نقسمها مربعات. صافي وهنا خديت قليل من الخل وديك اصفر البيضه خلطتهم مزيان وندهن بهم الفطيره ديالي بعد ما اختمرت صافي. والفران يعني كتشعلو غير من التحت فقط، ديريكت كتحمر من الفوق ومن التحت كطيب نيشان، ما كنشعلش الفران من الفوق يعني ملي كيتحمر لك من الفوق ديريكت طاب حتى من التحت نيشان صافي. يعني كيبقى التزيين على على حسب انا غديت انايا هكا قليل من حبه البركه يعني درتها درتها عليها من الفوق ودخلتها في الفران. وفي نفس الوقت يعني الفطيره ديالي كنوجد الفطيره وفي نفس الوقت وجدت ثاني الحريره اللي سبق لي وحضرتها معكم. في الحقيقه الحريره مغربيه كتجي رائعه سهله يعني كتجمعي في خطره كتجي رائعه. ونحتاجو ان شاء الله لهاد والحريره يعني العاديه. خديت لها هنايا قبضه من الكرافس، قبضه من الكرافس وقبضه من القزبر والمعجنوس يعني نص 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 من القزبر ونص من المعجنوس وقبضه من الكرافس. وخديت بصيله متوسطه ونص كنحط في واحد يعني قطعتهم كبارين كنحط في اناء يكون غارق باش كاين الطحن كامل. حطيت البصلة كبيرة ونص يعني متوسطة ماشي كبيرة كبيرة صافي. كنقطع اطراف كبارين كيف كيبان لكم يعني كنطحن كامل كنجمع كامل ونص عاوتاني. وخديت 4 مطيشات طيبين يعني حمر مزيان صافي، زولت منهم شوية ديك الزريعة ديالهم وحطيتهم هكاك بقشرهم ما قشرتهمش. نجمع في خطرة مع قليل من الماء نطحن بالميكسور ولا في مولينيكس استمر في طحين الخضره ديالي. وفي طنجره الضغط خديت القليل من الزيت البلديه هكاك شي 3 المعالق هكاك قليل من يعني قطع اللحم او الدجاج اللي متوفر عندك. خديت انايا الحل الحمص يعني الحمص كيبقى على حسب يعني اللي كيعجب العائله ديالك يعني انا كيعجبهم يكون الحريره عامره بالحمص يعني كنعمل على قدر اللي كيعجب لهم. وفي نفس الوقت
ديك الشيء اللي طحنت يعني القزبور والمعقنوس والكرافس وماطيشه يعني طحن كنكبو من الفوق ديريكت. خديت من الخرقوم وسكنجبير جوج معلقات، بابريكا معلقة صغيرة، رشة من القرفة يعني كيبقى على حسب الرغبة، قليل من السمن الحار، ملحة صافي، ورشة من الزعفران يعني ملون اصطناعي صافي. وكنرجع الحريرة ديالي يعني تشحر شوية على نار صافي، على لان اصلا الحمص كيدي شوية من الوقت اكثر من العدس. مادام دابا طابت شوية ديك الحمص هكاك واحد 15 دقيقة، عاد طفيت على الطنجرة ديالي فتحتها، زدت عليها عاوتاني العدس، يعني كيبقى العدس كيطيب ضيع ماشي في حال حمص كيدي شويه الوقت، واخا يعني في الزكتيه بالليل كيبقى شويه واقف صافي. وينا كان يعني بعد ما طاب العدس والحمص ديالي، خديت خميره بلديه مع خلطه مع الماء، للاسف الكاميرا ما شدت ليش كيف هكا في نفس ديك الطنجره بالضغط. كبيت ديك الحريره في طنجره كبيره، زولتها من طنجره الضغط في ديك الطنجره ديريكت، خميره بلديه مع قليل من الماء، خلطتها مزيان يعني حتى رجعت جاريه. كبيت على الحريره ديالي بعد ما طاب العدس والحمص مع التحريك، هانتوما يعني مع التحريك المستمر، وفي نفس الوقت شويه على ما هذا زدت تاني الشعريه، وانا كندور الحريره ديالي بهذا الشكل. يعني ما كاينش المره اللي ما كتعرفش الحريره، وبقيت نشارك معكم الطريقه ديالي فقط، ولكن كتجيب هذه الطريقه سهله يعني كتجمعي في خطره. انتينا واقفه واقفه في الكوزينه، يعني حضري الفطيره ديالك وحضري الحريره في خطره صافي. وهنايا خديت مطيشات الحب، الطماطم المصبره مع قليل من الماء، يعني خلطتها مزيان وزيتها في الاخير باش كتعطي اللون للحريره. هذا التحريك المستمر صافي، وهي الحريره ديالنا واجده. نزيد عليها قليل من الكرفس اللي حطها في الطبيعة على جنب صافي، مع التحرك نطفي لها. سهل التحضير ما فيها شي تعقيدات، يعني كتجمعي في خاطره ماشي شي حاجه صافي. وها انتم يعني كمل جمعت في خطره، ونتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا اخوتي اخواتي ويعجبكم وصفه اليوم. ونتمنى من الاخوان والاخوات اللي ما اشتركوش معايا في القناه ديالي اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتعليقاتكم، وقبلوا عليا وشكرا لكم على المتابعه، وبصحه وراحه وجزاكم الله كل خير.